هو الاجتماع الرابع لمنتدى الخبراء الليبيين خصص للتعاون الإنمائي. على مدى يومين بحث المشاركون برعاية الأمم المتحدة سبل تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. لقد أثر الصراع السياسي على الخدمات الحياتية المقدمة للشعب الليبي، وعبر هذا المنتدى المستقل المتكون من خبراء ووزراء سابقين وأكاديميين يمكن أن نلزم الحكومة بعد أن نقدم لها النصيحة بتغيير الأوضاع. أعتقد أنه من المهم جدا أن نستفيد من خبرة ليس فقط الخبراء بل حتى من أصحاب المبادرات الخاصة. لقد ناقشنا معهم كل شيء بصراحة، خصوصا المسائل السياسية والأمنية. وأمضى منتدى الخبراء الليبيين وثيقة مبادئ مع الأمم المتحدة لتعميق الشراكة والتعاون، فيما يأمل القائمون على المنتدى أن ينعقد اجتماعهم الخامس على الأراضي الليبية في وقت تشتكي فيه الهيئات الإنسانية الدولية من صعوبة التحرك على الأرض بسبب الأوضاع الأمنية المتردية. هي منظمة غير ربحية تطوعية، أعضاءها متطوعين لخدمة الوطن وخدمة المواطن الليبي، والمحاولة للخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه، وطبعا مع التركيز على الأوليات المتعلقة بالانقسام السياسي والانفلات الأمني والقضايا الحياتية المتعلقة بالمواطن الليبي. كل المنظمات تمارس أعمالها على الأرض من خلال الموظفين الوطنيين، وهم كمان حتى حركتهم محدودة في بعض المناطق لا يستطيعوا الوصول إليها بسبب الوضع الأمني، ومن خلال شركاء داخليين زي المنظمات غير حكومية الوطنية أو منظمات غير حكومية دولية. وتسعى الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة إلى الاستفادة من نسيج جمعياتي مدني ليبي بدأ بالتشكل في السنوات الأخيرة. أما الهدف فهو أن يكون القرار نابعا من الليبيين أنفسهم، والعبارة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. رغم تعثر الخطوات تسعى المنظمات الدولية بالتعاون مع المجتمع المدني الليبي إلى تحقيق الأهداف الأممية المنشودة، ويبقى حال لا دولة العائق الأبرز أمام تحقيق الجهود المبذولة داخليا وخارجيا. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.